يسعد صباحكم، يسعد مساءكم، واهلا وسهلا فيكم في يلا بينا نتمرن سوا مع نادية. انا متحمسه اليوم كثير لانه هو صحيح غبت عنكم شويه، بس كنت عم بحضر المكان اللي هو في البيت. حبيت اني انا بدي اعمل لنفسي ماي اون جيم حتى يكون سهل اني انا اعمل رياضه وقت ما بدي. وفي طريقه حابه اقول لكم اياها، انا بكافئ فيها نفسي كل ما الاقي حالي تحسنت في الرياضه، بشتري اثقال، بشتري اي شيء اللي هي تكون يعني بتساعدني على الرياضه، لانه هذا بيزيد حماسي. وقت كمان انه بحس انه مش معقول راح اشتريها وبعدين راح احطها في الارض، فضميري بشويه هيك بنقح علي، فبقوم اعمل رياضه. فجربوها ويمكن تعجبكم، يعني هاي طريقة من الطرق. وبعدين حابة أني أنا كتير أشكر جميع المشتركين واللي بيشاركوني إن كان في الرياضة أو في الطبخ، وهذا كتير بيبقى بيسعدني لأنه ابتدت الناس تستوعب وتبقى تتقرب من الأكل الصحي ومن الرياضة والنصائح اللي أنا بحطها. إن شاء الله تعجبكم. واليوم حضرت لكم 4 تمارين 30 ثانية نشتغل نشتغل و10 ثواني منريح. هذه كتير مهمة، هذه لأنه بسموها الهيت اللي هي بتخلي ضربات القلب تضرب تضرب تضرب، وبعدين شوي نريح بعدين نرجع ثاني. كتير بيساعد على الحفاظ على الجسم، وبتساعد كمان على إنه خسارة الوزن، وهذا اللي إحنا بدنا نوصل له إنه تكون بصحة جيدة. وخلينا نروح هلا أنا تعبت لأنه أنا سخنت قبلكم، فأنتوا سخنوا ويلا بينا عشان إنه نبتدي سوا. Thank you.
إن شاء الله عجبوكم التمارين، يعني هي كتير رائعة، يعني هي شوية شوية رح توصلوا لتصيروا حتى أحسن مني، بس هي أهم شيء الممارسة، يعني مو مرة أو مرتين، لازم نضلنا إحنا في كل يوم كل يوم بعد يوم 10 دقائق ربع ساعة، صدقوني رح تفرق معاكم كتير نفسيا ومعنويا وجسديا. وإذا عندكم أي سؤال حطوا لي إياه، وما تنسوا لايك أند سبسكرايب، وإن شاء الله أراكم في فيديو آخر مع يلا بينا نتمرن سوا مع نادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.